في زياراتنا لمؤسساتنا وهيئاتنا المستقلة كانت جوهر رسالتنا في هذه اللقاءات التأكيد على الإشادة بالدور الوطني الداعم لتلك الجهات للوطن وتماسكه وقيامهم بدور حيوي مستمر في توعية المواطنين بقيم المواطنة الفعالة ومن بينها مباشرة حقوقهم السياسية. استقبلنا عددا من الخبراء في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للاستماع لآرائهم في الملفات المختلفة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، ونحن بصدد الإعلان عن تشكيل مجموعة من هؤلاء الخبراء والمتخصصين للحوار حول كافة الآراء التي استقبلناها وطرحت علينا للوصول لرؤية محددة يتم عرضها على مرشحنا الرئاسي تمهيدا لضمها إلى الرؤية الانتخابية. لم نغفل عن أبنائنا المصريين في الخارج، عقدنا معهم عدة لقاءات تضمنت مواطنين من أغلب الدول العربية والأوروبية والأمريكتان. بحثنا معهم سبل التفاعل الدائم الذي لن يقتصر على مرحلة الانتخابات الرئاسية فقط، بل التواصل الدائم معهم وربطهم بوطنهم الأم. وعلى الصعيد الدولي استقبلنا وفودا من سفراء بعض الدول الأوروبية للرد على أسئلتهم وإطلاعهم على مستجدات الأوضاع عندنا بخصوص رؤية مرشحنا وخطتنا المستقبلية كحملة انتخابية.